التصوير امين. يعني انه بصور قال يعني بصور لبنان لانه مؤهل سياسي معينه يعني مش تهم السياسه. فكره انه الناس تقدر تشتغل مع بعض، مبدا التشاركيه على راسي. حتى لو اختلف الناس يعني بالشيء اسمه البلديه، هي بلديه خدمات لا شك لها بعد وطني وبعد سياسي، لكن في الاصل هي بلديه خدمات. ما دام بلديه خدمات لا يختلف اثنين انه والله بدنا نحسن الشارع ولا نحسن البيئه المدرسيه ولا بدنا نحسن الكهرباء، ما لها علاقه التنظيمات السياسيه في هذه الامور. فلذلك احنا قاعدين عندنا هذه الفكره والحمد لله طبقناها واستطعنا بفضل الله عز وجل نقدر نجمع الناس عليها. وليس على شكل تنظيمات. يعني انا بقول انه الواحد يكون مؤهل عنده شيء. طبعا كان في مشاكل، اول شيء بعض المانحين تعرف عملوا مقاطعه. كان في مشاكل بعد ما صار الانقسام، بعض الناس حاولت تشوش على البلديه. بعض الناس حاولت تقاطع حتى من السلطه، لكن الحمد لله رب العالمين كان الاتجاه العام في السلطه لا. لكن بعض الاشخاص كان بينظروا نظره الحزبيه الضيقه. لكن الحمد لله استطعنا ان نتجاوز هذا الكلام، وعشان هيك احنا بنقول الان من الافضل لنا انه نعمل قائمه. هي ما بدي اقول فيها محاصصه حزبيه، انما هي قائمه تحتوي الجميع ضمن الكفاءه والمهنيه والمعايير اللي حطيناها. نحن نؤمن بالتوافق والوفاق وبالوحده. حركه فتح حركه الشعب الفلسطيني وحركه الجماهير الفلسطينيه. بالتالي رفعنا هذا الشعار وفتحنا حوار مع كافه المستقلين وكافه القوى السياسيه، ودفعنا باتجاه انه يكون في هناك حاله وحده من اجل ان ننجح في مشروع ما بعد الانتخابات وليس الوصول للبلديه، لانه البلديه بحاجه بشكل جمعي وجماعي تقاد البلديه من اجل النجاح.